قلت نقطة مهمة أستاذ عبد الرحمن الكسيري، عندما تقول هناك حلول قائمة على الطبيعة في عندنا هنا في المملكة، ماذا تعني هذه العبارة الكبيرة؟ هي تعني بأن أريد الحلول العملية. نعم. الحلول العملية هو أن مثلا عندما نتكلم عن حوض المتوسط فلا يمكن أن نعتبره كحساب بنكي، الكل يأخذ ولا أحد يضع. ففي البحر نستغل الأسماك، نستغل كل شيء، ولكن لا نتركه حتى لفترة لكي يتوالد ولكي ينمو. ولذلك عندما طلب 30%، لماذا 30%؟ لأن الطبيعة قادرة على أن تتوالد وتتكاثر وتمكن من تغذية قوية. نحن هل تعني كذلك من جهة أخرى أن الاتفاقيات الدولية حتى المتعلقة بالصيد البحري يجب أن تراعي هذه؟ أكيد. نعم. هناك اتفاق دولي تؤكد، آخر اتفاق دولي 180 دولة اتفقوا على أن يتركوا 30% من كل مساحة بحرية لتتوالد وتنمو وتغذي ما تبقى من 70% بالأسماك التي سوف يصطادها الإنسان بكمية أوفر. لكن مع ذلك فالكل يريد أن يستغل كل يوم وطيلة السنة وفي كل متر مربع من البحر، وهذا لا يمكن أن يستمر بهذا النموذج. كذلك نوعية الاستغلال، فالطحالب هي تنتج بنسبة أكبر بكثير من الأسماك. دائما النباتات هي قادرة على تغذية الإنسان أكثر من الأسماك، وهذه النباتات لا تستهلك. المغاربة وعدد من في حوض المتوسط لا يستهلكون الطحالب، بينما هي مادة مغذية، وعندنا عندنا 750 ألف كيلومتر مربع من القارة، لكن عندنا 1.2 مليون كيلومتر مربع من البحر. إذن عندنا إمكانية ضخمة لا تستغل. إذن فحلول على الطبيعة تقول بأن يجب أن نختار نوعية التغذية، ويجب أن نترك الطبيعة تنتج لنا. كذلك البذور، الآن نستعمل البذور تباع من شركات دولية، وعند إنباتها فهي لا تستطيع أن تستعمل بذورها، يجب أن تشتريها من دولة أخرى. بينما كانت دائما البذور المتوسطية في الطبيعة كانت لها قدرة على تكيف مع المناخ، وبذور منطقة في منطقة في المغرب تختلف عن بذور منطقة أخرى، ولها قدرة، لها ذاكرة جينية وراثية لتتكيف. نحن حاولنا أن نجعل كل شيء مصنع، وتركنا طبيعة لم نساعدها لكي تساعدنا. لذلك علينا أن نغير أكثر من هذا ما قيل في الإمكانات. النموذج التنموي الذي هو غير سليم في حوض المتوسط، الكل يعتبر أنه مستقل على الآخر، بينما نحن كل يركزون فقط على الإشكالية الهجرة. ولدعم بإمكانيات مالية لا يمكن حل إشكالية الهجرة إلا بحل إشكاليات التنموية الأخرى. وعندما نتكلم عن 100 مليار ديال الدولار، فهذا من طرف العالم بأكمله الذي تسبب في التغيرات. إضافة للصين مثلا الآن اللي هي أصبحت أكبر ملوث ولها أرقام خيالية في ميزانيتها في الناتج الداخلي الخام، لكن 100 مليار لا تمثل شيئا. كذلك 0.7% من المساعدات ماذا تمثل؟ أقل من 1%، ولا يحترمونها. الدول المتقدمة لا تحترم حتى 0.7% من ليد أو ديفلوبمون، المساعدة على التنمية. إذن كيف يمكن أن تنتظر من الجنوب أن يقلص الهوة بين الجنوب والشمال حتى يقلص من الهجرة؟